حياكم الله لمقدم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. كشفت مصادر مطلعة عن مشكلة جديدة منعت وزارة المالية في بغداد من إرسال رواتب الموظفين في كردستان العراق لشهر آب الماضي. وقالت المصادر إن المشكلة تكمن في مطالبة وزيرة المالية الحالية طيف سامي بتوحيد التعرفة الجمركية بين بغداد وأربيل وتسليم كردستان العراق 50% من الإيرادات والضرائب. المصادر أضافت أن حكومة كردستان العراق لم تسلم حتى الآن المنصوص عليه في الموازنة، نافية وجود اتفاق على التعرفة الجمركية أو اتفاق على عدد المنافذ الحدودية الرسمية في كردستان العراق. سجل البنك المركزي العراقي مبيعات إجمالية من الدولار خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 1 مليار دولار أمريكي. وباع البنك المركزي خلال 4 أيام من المزاد 1,478,429 دولارا بمعدل يومي بلغ 251,869,000 دولار، وهو انخفاض عن الأسبوع السابق والذي سجل 1,283,226,000 دولار. كشفت مصادر مطلعة في محافظة ذي قار عن تقديم مجلس المحافظة طلبا لاستجواب المحافظ الحالي مرتضى الإبراهيمي على خلفية شكاوى تتعلق بخروق وفساد. وذكرت المصادر أن الأسبوع المقبل سيتم تقديم طلب لاستجواب الإبراهيمي إلى رئاسة المجلس لتحديد موعدها وإرسال نسخة من الطلب إلى ديوان المحافظة. وأوضحت أن طلب الاستجواب سيتضمن الخروق التي ارتكبها المحافظ خلال الفترة الماضية، أبرزها تقديمه شكاوى قضائية ضد أعضاء في المجلس، فضلا عن قيام المحافظ بتسليم غالبية مشاريع المحافظة المخصصة لها لشركات غير مؤهلة بطريقة الدعوة المباشرة. كشفت وثيقة صادرة عن فرع توزيع المنتجات النفطية في محافظة النجف عن قرار بخفض مبيعات المحطات الحكومية والأهلية من زيت الغارة. جاء في الوثيقة أنه تم تخفيض مبيعات المحطات الحكومية والأهلية من منتوج زيت الغار بنسبة 10% بالاعتماد على معدل المبيعات اليومي لبرنامج الرقيب الإلكتروني للفترة من الأول وحتى 18 من شهر أيلول الجاري. وبحسب الوثيقة فإن السبب هو عدم وجود كمية كافية لسد حاجة المحافظ أو محافظة بسبب توقف مصفى كربلاء وحراجة الموقف. في خبرنا الأخير، حل العراق بالمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استيراداً لفاكهة التفاح التركي خلال الأشهر 8 الماضية من العام الحالي. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في بحر إيجا خير الدين أوجاك، قال إن الجمعية صدرت التفاح إلى دول العالم بقيمة مالية بلغت 321 مليون دولار خلال الأشهر 8 الماضية، بزيادة قدرها 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. الآن هذه انتقال السريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
وبركاته، والموجز الاقتصادي بأمان الله.